السيارات الأقل من 3 سنوات ملف كثر الحديث حوله، وحالة ترقب كبيرة لدى الجزائريين في ظل انسداد السوق والغلاء الفاحش للسيارات الجديدة. تدابير جديدة تتيح استيراد السيارات المستعملة من 3 دول أوروبية فور صدور منشور وزاري ينظم العملية، لكن السعر سيكون مقاربا لسعر السيارات الجديدة حسب وزير الصناعة. كنسمع بزاف في الميديان والناس راهم يستناو يعني تنقص الأسعار في السوق الوطنية. جاب لي ربي يعني لوكازيون هذه راح تخرج كيما الجديد. كوم نو زافون كوم بور ميسيون دو ريورغانيزي لو مارشي دو نوف. دفتر شروط جديد ينظم نشاط تركيب السيارات ملف آخر تناوله وزير الصناعة، مؤكدا أن بمنتصف شهر مارس المقبل ستكون خطته واضحة بخصوص إعادة تنظيم هذا السوق وإطلاق صناعة حقيقية، صناعة لن يكون المستثمرون فيها ملزمين بقاعدة 49-51. Parmi les principales questions concernées par ces révisions, je cite le code de l'investissement, la fameuse règle des 51-49 régissant les investissements étrangers en Algérie. Nous n'avons pas encore fixé une date, mais ça se fera probablement à la fin mars. La date, elle est tributaire de notre degré de préparation. الوزير أيتالي تعهد بإعادة تنظيم العقار الصناعي الذي كان ضحية سوء تسيير تسبب في عرقلة المستثمرين الجادين. Dans les packs des associés, la plupart n'étaient pas impliqués. Mais très asseline, ma ouchérie qui vous le cache, vous chérie qui est génébi. Ma ouchérie, c'est un fournisseur. Moi, j'attends le statut. Il a qu'un constructeur sérieux. Ni même nos sahbiyeh de manière à des véhicules en Algérie. Je pense qu'on ne va peut-être même pas l'obliger à s'associer. Moi, la phrase c'est avec chérie qu'un. ولكن نفرض عليك تجيب سواردك، تجيب له سافوار بير تاعك، تجيب له ان انفستيسمون سيريو. دفتر شروط جديد وتنظيم لنشاط التركيب وسماح باستيراد السيارات القديمة، فهل سيتمكن المواطن البسيط من تحقيق حلم شراء سيارة؟ سؤال تجيب عنه الأيام.